لدى أطفالنا في المملكة العربية السعودية العديد من القنوات تدعم الموهوبين وتشجعهم للتعبير عن إبداعاتهم وصقل موهبتهم، بينما تركز العائلة في المنزل على المناهج الدراسية والحصول على أعلى الدرجات أكثر من التركيز على تنمية المهارات الفنية للصغار. فوائد الرسم: أداة تواصل وتعبير للأطفال. الرسم أداة تواصل مهمة للحوار مع الطفل. تمثل الرسوم انعكاساً لحقيقة مشاعرهم نحو أنفسهم والآخرين، فالرسم وسيلة حرة للتعبير عن الذات. الثقة بالنفس: يعتبر تعليم الرسم للأطفال مهم جداً لزيادة الثقة في النفس، فالطفل يشعر بالكثير من الفخر حين انتهائه من الرسم، وهذا الشعور بالإنجاز يزيد من ثقة الطفل في نفسه ويساعده في المستقبل. تذكروا تهنئة وتشجيع أطفالكم بهذا العمل مهما كان بسيطاً، فالرسم يتطلب الكثير من الجهد من أطفالكم. ينمي مقدرة الطفل على التركيز: الرسم يزيد نسبة التركيز عند الطفل، فبضع الدقائق الثمينة التي يقضيها طفلك مركزاً في رسمته تكسبه مهارة التركيز والانتباه في أي عمل تعطيه له. كما أن الرسم يساعد الطفل في الاسترخاء وقضاء وقت ممتعاً مع الألوان للتعبير عن خياله. تعلم حل المشاكل: الرسم يطور مهارة حل المشاكل في طفلك، فالفن لا يلتزم بقواعد تقيده ولا يحتمل فكرة الصواب والخطأ، لذلك فهو يسمح للطفل بإطلاق العنان لعقله. تلك الميزة التي تساعده على استخدام عقله ومخيلته، مما يؤثر إيجابياً في حياته ويساعده في التفكير بحلول جديدة ومبتكرة. وسيلة مرحة لتعليم الصغار: يمكن للأطفال استيعاب جميع أنواع المفاهيم الجديدة من خلال الرسم والتلوين، فالرسم يشكل طريقة ممتعة ومرحة لتعليم الأطفال. دورنا: انطلاقاً من إيماننا القوي بأهمية الرسم في تنمية قدرات أطفالنا، أطلقنا مبادرة النجم العام، وذلك لتحفيز الأطفال على الرسم وتطوير مهاراتهم الفنية. لطالما عملنا على نشر ثقافة الفن في مجتمعنا، واجتهدنا على مر السنوات من بداية متواضعة في عام 2003، حيث وصلنا إلى 15,000 مشارك، بينما وصل عدد المشاركين في عام 2018 إلى أكثر من 215,000 طفل يشاركوننا برسمات جميلة نفخر بها. واليوم لا نريد فقط أن نكافئ أطفالنا الموهوبين، ولكن نود أيضاً أن نشكركم أهالي الإبداع، وذلك لدعمكم لأطفالكم للوصول إلى ما هم عليه الآن، أبطال الحفل النهائي لنجم العام. وأخيراً نود أن نشكركم من صميم قلوبنا على دعمنا في مبادرة نجم العام لتشجيع وإبراز مواهب أطفالنا الأعزاء، فنحن نطمح إلى وضع بصمة تأثير حقيقية وإيجابية في عالمنا الحالي.